ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. من مدينة ريو نتواجد وإياكم هذا اليوم في ملعب ماراكانا الشهير.
طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل المباراه. كره قدم ممتعه لان الاجواء رائعه بشكل عام. الطقس جميل, اجواء رائعه في الملعب. ما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على الارش, ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. الأجواء هنا غير عادية في مدرجات الماراكانا, أجواء كرنفالية احتفالية كالعادة في أمريكا اللاتينية. وعبارفة لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. يحصل عليها روبرتو فيرمينو, محمد صلاح, كرة بعيدة عن المرمى, مرتدة كانت غير عادية في أقل من 10 ثواني. غير جهة, يلعبها لمنطقة الخطر. إبعاد ناجح للكرة, يستعيد الكرة بسرعة. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة, كرة طولية من الحارس, خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية, محمد صلاح يمرر كرة قوية, يلعبها إلى منطقة الجزاء. ديمبلي يلعب كرة بينية, يا سلام بينية فاتت ومرت وصلت إليه. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. أنتوني غريزمان, روبرتسون يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية, لمسة بينية, ساديو ماني. يستعيد الكرة مرة أخرى, كرة طولية في المساحة الخالية. حصلوا على رمية جانبية, يا فيلم الله روبرتو فيرمينو بربع. سواريز تمريرة بينية, ارجع بداية. كرة إلى الأمام, ديمبلي يلعب كرة للجانب الأيمن, كرة طولية إلى الأمام. تشامبرلين يحاول تمريرها من بين المدافعين. يلعب محمد صلاح, يلعبوا سبحان الله, يفعلونها, يسجلون في المرمى الآن هدف. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. غريزمان, وهذه رمية جانبية. يحتسب الحكم ركلة حرة. يلعب رمية التماس. وعد الدفاع, ارجع فيدال. جوردي ألبا, رمية جانبية. يعني غطوا مع الظهير هذا, يحاول ان يلعب كرة بينية.
الكرة ملعوبة إلى شاكيري. محمد صلاح بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال. سامويل أومتيتي يمر يلعب كرة بينية، اللاعب يستلم الكرة. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. كرة كانت في منتهى خطورة. ظهير يمين يرجع، انت مش مهاجم والله، مش مهاجم. سواريز، انتوني غريزمان، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. ماني، هجمة مرتدة الآن، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. غريزمان ينقل كرة للجانب الآخر، إمكانية مرتدة الآن. شاكيري، محمد صلاح، سيرجي روبرتو. يلعب كرة بين ليونيل ميسي. يا عيني يا عليك يا عمري. ينجح في التسجيل. وحش. سدد كرة جميلة. الدفاع، الدفاع بس يا اخوان. يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. العب العب يا أخوي. يبحث عن زميله. بيكيب يتدخل، يبعد الكرة. إكس بيتا. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كيف؟ كرة طويلة للأمام. يحاول تمريرها. صبرت ظهيرك عندك شوارع. محمد صلاح. إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام. نايس. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. شو الأخبار؟ الحمد لله تمام. كيف؟ كرة بينية. والله يسر واحد. السلام عليكم شباب. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. سايد غلط يا شباب، لا تلعب على الاوفسايد. سلام سلام لله يا عالم. محمد صلاح شان اف شو الدفاع هذا؟ اول شيء من الاوفسايد، رفع خط الاوفسايد. مين نعمل اوفسايد؟ الدفاع لا يتقدم يا حمزة، لا تقدم الدفاع. رؤوف رجع. متفوقون بفارق هدف وحيد. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. يا الله. نعم ابعتوا لي رايس اكس اكس مش دواعي. ملانين هي شو في ملانين اجو والله 20 لحد الان. الو
تنطلق صافرات بداية الشوط الثاني. برشلونة يجب أن لا يندفع. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. واحد يغطي الجول الباقي يغطوا على اللاعبين. الحيط دايرة دايرة الحيطة. دائرة بتنط المربع بتهجم. خلوها إلي خلوها إلي. شو هاك الدائرة؟ قاعد يسب أولاد الكذا. بدك تشوف مهدي واصحاب المهدي اللي جايب لنا اياهم ما شاء الله. بقول له اذا هو بقول لك يا ابن الكعبه كلها من انت شايف. اه شاكيري يا سكت سكت مد. لمسة بينية يحاول أن يلعب كرة بينية معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. دفاع رائع جدا. نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. يمر ويلعب كرة بينية واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. يبعد الكرة عن المرمى. يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. من سيستلم هذه التمريرة؟ قولية. يلا جول. غريزمان يسيطر على الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. أنتوني غريزمان نجحوا في تخليص كل الكرات. ساديو ماني فرصة هجوم معاكس. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تير شتيغن يبعد الكرة. حارس فاتح كرة بينية. ديمبلي يمر وفرصة هدفهم الاول. برشلونة فعلوها واحد. اي عشان هدفهم الاخير ترى. مانشينا دفاع. المباراة اصبحت متعادلة بين الفريقين. جوردي ألبا انا معك شمال. ايه محمد صلاح يحاول ان يلعب كرة بينية. يلعبها طويلة. مساحة خالية على الجانب. ديمبلي خسر المواجهة. ما في خصم. روبرتسون انطلاقة غير عادية. هذه كرة خطيرة. روبرتسون في كرة خطيرة إلى الأمام. مرت الكرة بشكل جميل. تعبت لعبة. سلم. لا. يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع.
يمر ويلعب كرة بينية مرت الكرة هندرسون يلعب كرة للأمام استلم ورجع استلم رجع استلم أربعة قدام رؤوف ثم يبحث عن المهاجم ساديو ماني رؤوف انت ظهير أيمن يا رؤوف رؤوف انت ظهير أيمن يا سبحان الله لا تهجم لا تهجم عودة للتقدم من جديد بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد ليفربول متقدم بفارق هدف الآن طوفان يا ابلع يا شباب يا رؤوف ارجع يا زلمة فان الله ارجع تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة سيرجي روبرتو غريزمان افتح معه افتح معه برؤوف شان الله اوف طالع قطعت كورة وطلعتها اوت يا رؤوف برؤوف دافع دافع افهم لاعب معنا ولا معهم جوردي ألبا يتدخل بشكل قوي جدا محمد صلاح بينية إلى روبرتو فيرمينو محمد صلاح وكرة في اتجاه المرمى جول بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل مطلق بعدين المباراة الثالثة رجع الدفاع زي ما كان اللي كانوا يلعبون المباراة الأولى والثانية والتقدم الآن بفارق هدفين أكيد بهذا الهدف عنكم بكل عيب فريق يفقد الأمل وفريق يبدأ في الشعور بالراحة والسيطرة على الأجواء ليونيل ميسي سواريز يلعب العرض أنتوني غريزمان يا لها من كرة لكنها في الأخير بعد مجهود رائع جدا خلص الكرة عدت الكرة كان ضيق يعني ما في مجال ان الواحد يسقط كرة خطيرة وفرصة روبرتو فيرمينو الله على هذا التألق على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر ردت فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براء محمد صلاح ليس في هذه المرة الكرة جاءت بعيدة عن المرمى لمسة بينية أبعدوها الكرة ملعوبة من مسافة ماذا بعد كل هذا محمد صلاح الله على هذا الأداء هدف آخر تألق كبير كرة ذهبية لا يمكن أن ترفض الهدية الفارق أصبح 3 أهداف يا إلهي على هذا الأداء على هذه الكرة على المستوى اللي يقدموه في مباراة اليوم الخصم تقريبا برا اللعبة اليوم لديه الفرصة الخطيرة وكرة في اتجاه المرمى جول ولكنه كان متسللا
والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه وينجح في استعادة الكرة السريعة إلى خارج أرضية الملعب. تحولت إلى رمية التماس ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. غريزمان تسديدة ما في داعي لم تسبب أي قلق للحارس. روبنسون والله حقه انتهت المباراة. ليلة صعبة أمام منافس قوي جدا بصراحة تفوق عليهم ميدانيا. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد عندك وافية مطلع كذا مطلبك. خلاص نسو عادي عادي. ما في احترام والله يا مطلق. سب ما له داعي يا أخي طيب هم أصلا كيف يسمحون أنه يلعب واحد معهم زي كبير يسب وكلام ما ينقال يعني عيب. بطلق لاعب اوف هجوم ماشي يا بطلق لاعب اوف هجوم ما هو بهجم على الفاضي. تلعب هجوم يا رؤوف ما في لا مطلق لاعب خلاص تنشو بعد المباراة بنشوفه خلاص آخر مباراة فوز عليه سكتوا انسحب لما الجزائريين موجودين. فوز عليهم سكتوا بعدها كلنا نروح على الخاص نرسل لكلياتنا سوي خطة يا بطلق مطلق خطة
الخطة صابوا خطة هم تيتي هسه بعد المباراة راح اروح عليها على الخاص هسه بتشوفوا انوار لا 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 تلعب دمبري لعب ديم بداله ها خلينا ناخذه دي يونغ يا مطلق اذا تقدر اذا في مجال ديمبلي يلا يلا اوكي اوكي يلا الدفاع يا اخوه بس الدفاع طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة لأن الأجواء رائعة بشكل عام الطقس جميل يا شباب ركزوا في الدفاع مدرجات سماء صافية كل شيء مثالي بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم أجواء مشتعلة في مدرجات مينيرو هذا هو الحال هنا دائما ملعب لا يعرف طعم الهدوء ولا الراحة هو يبدو هناك الكثير من الأمور التي لم تبح بها المباراة بعد يحتسب الحكم ركلة حرة ميسي روبنسون يلعب كرة للأمام ينجح في تمريرها إلى ساديو ماني يحاول أن يلعب كرة بينية ديمبلي في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح متعلق روبرتسون يمرر كرة قوية موجود إبعاد الكرة شاكيري محمد صلاح الله الكرة جميلة فرصة خطيرة جوردي ألبا العب على النص خلي ديمبلي يوصلنا كرة يبحث عن المهاجم يمر ويلعب كرة روبرتو فيرمينو الكرة إلى خارج المرمى سيرجي روبرتو يبحث افتح معه وين ديمبلي ديمبلي افتح معه ساديو ماني يحاول تمريرها من بين المدافعين كرة طولية إلى الأمام يلعبها لمنطقة الخطر يلعب كرة طويلة كرة ممتازة من الدفاع سواريز يتسبب في احتساب المخالفة والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه لويس سواريز يحصل عليها فابينهو كرة طويلة إلى الأمام
غريزمان بوسكيتس الكرة ملعوبة من مسافة كرة طولية في المساحة الخالية عند المساحة الخالية على الطرف جوردي ألبا ميسي يلا شاكيري فرصة هجوم معاكس رب. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة في ورطة كبيرة الآن جوردي ألبا كرة إلى الأمام لا تهتم فيها الدفاع الدفاع زي ما هم ثابتين احنا نثبت لا يا أخي نجحوا في تخليص كل الكرات وضعي اليمين هذا حمادي تلعب الكرة إلى الأمام سواريز كرة ممتازة فرصة للتسديد صعب خمسة غش عليك كرة لم تبع بشكل مطلوب لازالت خطيرة ديمبلي يمر يلعب كرة بينية كرة لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق دمسل شاكيري ديمبلي تعب لعب ينطلق إلى الأمام بسرعة يبحث عن المهاجم تيرشتيغن يبعد الكرة وين أنا وين أنا يحاول إصابة أتوقع لكن كرة خاطئة لا تمر من عندنا مين غوميز ميسي تحت ضغط بدني كبير اعطيني من اول فلما روبرتسون يبعد الكرة عن مناطقه تاخرت يتفوق في المواجهه البدنيه يحصل على الكرة واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل انت شو عملت رؤوف انت جيت لعندي واعطيتني لازم ما تجي عندي اعطيني يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه دبليكس لا بليكسين اكسين لوجود خطا ضربه حره مش احمر مش احمر مش احمر مش احمر مش احمر من عندنا الكرة اللي كانت قريبة جدا الدفاع خليه يتسلل لمسة بينية ساديو ماني يلعب كرة إلى الوراء ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ أرنولد يلعبها قصيرة أبعدوها ما عليك إكس ينجح في قطع الكرة وترجع الكرة إلى الحارس تدخل جميل واعتراض اجمل
كرة طويلة للأمام. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. ديمبلي، بوسكيتس، هو عم يسلم، رجع سيرجيو بوسكيتس، عيني يرفعها ليونيل ميسي. وفي هذه اللحظة صافرت حكم مباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. هذا طفل عمره 18، عقله طفل وعمره طفل. ابدا هذا طفل. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. 45 دقيقة في فك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط الاول، كانت الكلمة فيه للدفاع. اعطني عمري اعطني عمري حنص. يحاول تمريرها من بين المدافعين، لكن الكرة الأرضية تم بعد. كرة طولية من الحارس. ويلعب العرضية، يخلص الكرة عن مناطق الخطر. غريزمان، هاي وانتو وانتو مان، يلا ميسي ديمبلي سيستلم هذه التمريرة الطولية. يحاول أن يلعب كرة بينية. فابينيو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. ليونيل ميسي، محاولة للعب تمريرة طويلة لكن ضائعة هذه الكرة. من عندنا من عندنا لا من عندنا ما في يا شباب. هذا بحب يستفز الناس، فالعاقل بطنشه وخليه يعوي لحاله. صح خلص خلوه يحكي الحال. صحيح افتح معه ليونيل ميسي. فاول يلعبها طولية، مربع مربع. إلا كلا كلا عثمان ديمبلي، صالح ديمبلي يلعبها للجانب. مرت الكرة بلنت. بشكل سريع يفقدون الكرة بسهولة، لا تعرف وين المشكلة بالضبط. فريق غير حاضر ذهنيا هذا اليوم. افتح معه لويس سواريز، غوميز يبعد الكرة بعيد على فوق. خطورة على مرمى فريقه. كرة تمر بسلام على المدافعين. يلا سواريز سواريز
يوقف الكرة. روح عنده فاول. محمد صلاح تحت 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 لعيب. رمية جانبية إذن. إيه ما تلعب وأنت ما يلد اسمك. يلا يلا يلعب. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يمر ويلعب كرة بينية. يستعيدها روبرتسون. شاكيري يحاول تمريرها. واحد من ذلك الدفاعين. فرصة خطيرة جدا للتسديد. يلا يلا ارتفع هاي الفوائد تجاه ميسي. ميسي دفاع عشان الله عشان يقطع الكرة. يلا كرة طويلة للأمام. غريزمان ضغط قوي واللعيبة تمام تخش تاخذ الكرة خاصة. الخطأ. انت بقلي تغيير لاعب على الجناب. ابعاد ناجح للكرة. هاي جول هاي جول. ها يستعيدها روبرتو فيرمينو. بوسكس يلعب كرة بينية. لعيب يا سلطان قدام تلعب الكرة الى الامام. سوري ميسي. يلا يلا حمد حمد لعيب حمد. منافسة قوية جدا جسدية بين اللاعبين. فابينهو تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. فابينهو الكرة ملعوبة من مسافة. غريزمان افتح افتح يمر ويلعب كرة بينية. مرت الكرة يحاول لعب الكرة العرضية. يلا يلا افتح مع ميسي. كرة طولية كرة يجل روح عنده. يحاول ان يلعب كرة بينية. الله على هذه المهارة جميلة جدا. الكرة الأخيرة سامويل أومتيتي يحاول تمرير الكرة فتح المساحة على الجناح. هين هين هيني ميسي. ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع. خطك أنتوني غريزمان. مات مات اللعيبة على تنفيذ الخطر. يبحث عن زميله. كرة جميلة ساديو ماني. وأخيراً يأتي الهدف. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فاز بالتأكيد. متقدمون الآن ولكن هل يمكنهم التماسك في الدقائق القليلة المتبقية؟ ساديو ماني بوسكيتس يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. غريزمان يلعب كرة بينية طويلة. يبعدونها. ها هي صافرة النهاية. دفاع قدم مباراة كبيرة جدا. أخطأ واحدة
وللأسف أن الخطأ تسبب في كارثة. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بلا هامبرينج.